تحتفظ بسر؟ كل منا يحتفظ بسر يا سبونج بوب، وسري سيستغرق ربع ساعة، 20 دقيقة إذا نظفت الجلد. هاي هاي سيدي، ومن سيكون المسؤول هنا في غيابك؟ ليس شفيء، لا أعرفه، هذا بديل. حسناً، أنت المسؤول. ماذا؟ أنت المسؤول لمدة ربع ساعة. أنا المسؤول؟ نعم، لم لا؟ أنت بخير يا فتى. لن أخذلك يا سيدي. رائع، سأعود بعد ربع ساعة. هل تريد أن أطلعك على سر؟ سر، أحب الأسرار. هل ترى هذا الشخص هناك؟ نعم، يريد أن يصبح طباخاً وأنت مثله الأعلى. أنا؟ لما لا تعطيه بعض الدروس؟ دعه يعد شطيرته ولا تقبل منه أي رفض، إنه خجول. فكرة جيدة يا صديقي. نعم، هذا أنا سبونج بوب، أكثر الطباخين تميزاً. مرحباً. لقد عرفت سرك. ماذا؟ من أخبرك؟ الفتى المسؤول عن الخزينة، اتبعني. نعم، سأنفذ ما تقوله يا فتى. أحمق، لابد أنك لم تتوقع أن تكون هنا اليوم. لا، هل توقعت؟ أولاً هذه الشواية، كل الأشياء الرائعة تحدث هنا، وهذه هي ملعقتي الخاصة. إذن ابدأ في إعداد البرجر، سأطمئن عليك لاحقا يا تلميذي. سبونج بوب يصدق أي شيء. رقم 10. سبونج بوب، ماذا تفعل؟ أقدم طلبات. تقدم شطائر سلطة برجر بيديك؟ هل تعرف كم هما متسختان؟ متسختان؟ لكن قدماك على العكس، نظيفتان ورائعتان. فكر في الأمر، الجوارب والحذاء تحمل قدمين طول اليوم. اتضح الأمر الآن. وجبة سلطة برجر تقدمها القدمان النظيفتان، وجبتك الساخنة اللذيذة سلطة برجر ومشروب كبير، تفضل. خذي، تناولي وجبتي. توصيل. ماذا؟ الأشياء التي طلبتموها. وقع هنا. هي قلمي. آسف. وصلت. سبونج بوب، ما كل هذه الأشياء؟ بما أنني المسؤول هنا، سأعيد تصميم مقرمشات سلطة، سأجعله جميلاً. استمتع يا فتى. يا شفيء، أنا المسؤول. وأنت تستمتع. كيف أستمتع؟ ستطلي وتعيد الموائد وتحيك وتغسل وتلمع وتعلق وتنظف. أيها المحظوظ. هي سبونج بوب، هل تريد أن تعرف سراً آخر عن مقرمشات سلطة؟ سر آخر عن المطعم؟ نعم، هل تريد أن تعرف كيف يجذب مستر سلطة كل هؤلاء العملاء؟ نعم. أقل التوقعات. ماذا تعني؟ يبقي المكان متسخاً كي يبدو الطعام أفضل من الحقيقة. إذا أردت أن تسعد مستر سلطع، اجعله أكثر اتساخاً. أكثر اتساخاً؟ ألقي القمامة على الأرض وحطم الأثاث ولا تنظف أي شيء، مثل دلو الصداقة. لكن ستفعل أنت هذا عمداً. ما رأيك يا شفيء؟ هذا رائع. تعني هذا متسخ، استمتع بالتصميم الراقي. المرة القادمة سأختار أنا المطعم. لا شيء أجمل من الأظافر النظيفة، تجعلني أشعر أنني قوي. لنرى كيف حال سبونج كمدير مسؤول.